حالة من الحزن تعم مدينة نابلس عقب استشهاد الشاب سامر رمانة 27 عاما متأثرا بطبعا إصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة فجر هذا اليوم. عملية مباغتة لجيش الاحتلال استهدفت تنفيذ حملة مداهمات معززة بجرافة عسكرية حيث شرعت بتدمير لبعض نقاط البيع المتنقلة في المخيم، بالإضافة إلى طبعا تنفيذ عملية نشر وتمويل موضع لقناصة الاحتلال واستهداف بعض من المقاومين بقصف صاروخي استهدف إحدى البنايات السكنية. لاحقا تمكنت هذه المجموعة من النجاة وفق مصادر محلية. طبعا حصيلة هذا الاقتحام هو شهيد وإصابة شاب آخر لازال داخل غرفة العمليات، لكن مصادر طبية أكدت لنا قبل قليل بأن هنالك استقرار على حالته الصحية بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الظهر. مع استشهاد الشاب سامر رمانة 27 عاما يرتفع عدد الشهداء في مناطق الضفة الغربية إلى 499 شهيدا منذ 7 أكتوبر، منهم 59 شهيدا هنا في مدينة نابلس، بينهم 18 طفلا وثلاثة مسنين، وأحدهم كما ذلك ضمن إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية من طواقم الإسعاف. تنتظر بطبيعة الحال مساء العائلة هنا في مستشفى رفيديا أن تنطلق جنازة الشهيد سامر رمانة خلال النصف ساعة القادمة من مستشفى رفيديا باتجاه طبعا منزل العائلة في منطقة رأس العين لإلقاء نظرة الوداع عليه عقب مسيرة تجوب شوارع المدينة، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء الغربية بمدينة نابلس. هجمات أخرى نفذها المستوطنون خلال الساعات الماضية استهدفت بلدة دومة بإحراق منزل قيد الإنشاء وخط شعارات عنصرية. هب المواطنون لصد هذا العدوان الجديد للمستوطنين وتمكنوا من إخماد النيران بعد أن أتت على غالبية طبعا ما كان داخل المنزل. حملة اعتقالات أخرى واسعة نفذها جيش الاحتلال أبرزها في بيت لحم 13 فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيت لحم واستدعى عدد آخر من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنه نفذ عمليات اعتقال في بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة نابلس أسفرت عن اعتقال 4 شبان فلسطينيين واعتقال شابين من بلدة حبلة إلى الجنوب من مدينة نابلس. شهدت عدة قرى وبلدات شمالي الضفة الغربية حملة مداهمات واقتحامات واسعة ضمن سيناريو ليلي تشهده مناطق الضفة الغربية بتصعيد واضح ميدانيا عنوانه الدم والاعتقال والتدمير في مناطق الضفة الغربية. للحديث أكثر لربما في قراءة حول الشهيد سامر رمانة تنضم إلينا في هذه اللحظات خالة الشهيد، عظم الله أجركم، شو اللي صار مع سامر صباح اليوم؟ والله احنا ما عناش خبر ولا بأي شيء، احنا نايمين عادة بعد صلاة الفجر بننام وصحيت على خبر استشهاده، اجيت دغري هون لقيته مستشهد، ما بعرفش اشياء تانية يعني، بس امه حكت لانها كانت بصلي الفجر وقعد هو اياها، وبعديها قالت اجيب دخان ونزل من البيت، وبعدها اجى خبر استشهاده، هاي اللي بعرف المعلومات. احكي لنا عن سامر، شو بحب؟ طموحه شو؟ سامر كان مجهز شقته بده يتجوز زي هالشباب، زي حال هالشباب، بيشتغل عند حلويات البيك وبأسس حاله ومحب للناس والناس بتحبه. شو اللي بتشوفيه بالضفة الغربية تحديدا في نابلس مناطق الشمال طول كرم وجنين؟ كل عملية اقتحام هنالك شهيد، شو اللي بدهم اياه الإسرائيلية فعليا؟ أكيد هم بدهم يقتلوا الجميع يعني، بدهمش يخلوا حدا، وأكيد هي سياسة تهجير قبل سياسة قتل يعني، فهي هذا هو حال الشعب الفلسطيني بالنهاية. عظم الله أجركم، شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال خلال الساعات القادمة كما هي الصورة الآن دخل إلى ثلاجة الموتى حيث يتم تجهيز الشهيد وكسوه بطبعا العلم الفلسطيني لتنطلق الجنازة خلال الساعة القادمة على الأقل من مستشفى رفيديا باتجاه شوارع المدينة ومن ثم إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع عليه. حالة من التصعيد الإسرائيلية على وقع استمرار هذه الاقتحامات المتتالية من منطقة إلى أخرى، عندما نتحدث عن جنين وقلقيلية وكذلك أيضا نابلس ومناطق في الخليل وكذلك بيت لحم وأيضا أريحة فجر هذا اليوم، فإننا نتحدث عن خارطة جغرافية واسعة لعمليات الاقتحام الإسرائيلية عنوانها التصعيد الإسرائيلي المستمر في مناطق الضفة الغربية. هنا بطبيعة الحال دارت اشتباكات عنيفة فجر هذا اليوم في مخيم بلاطة في إطار التصدي لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي.
قالت كتيبة نابلس سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى مجموعات شباب الثأر والتحرير بأنها خاضت عمليات إطلاق نار ونفذت استهدافات بالعبوات الناسفة باتجاه الآليات التي اقتحمت، وعند عملية الانسحاب من محور حاجز مخيم بلاطة باتجاه حاجز حوارة قرب شارع القدس جنوب المدينة أطلق جيش الاحتلال الرصاص ما أدى لإصابة الشاب سامر برصاصة قاتلة أدى ذلك لاستشهاده على الفور، ولم تتمكن الطواقم الطبية من محاولات الإنقاذ نتيجة الإصابة الحرجة التي تلقاها برصاص الاحتلال.